رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حلق الذكر أو مجالس العلم أو كما روي عنه صلى الله عليه وسلم. نعيش الآن في رحاب العظة والموعظة مع أهل العلم الدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. نعيش مع فضيلة الشيخ محمد أبو زين المفتش العام بوزارة الأوقاف، أسأل ربي له فتحا وفيضا ولي ولحضراتكم النفع بما نسمع. اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله هو الأول بلا ابتداء وهو الآخر بلا انتهاء، هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه. يقول الله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ملك السماوات والأرض وما بينهن، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المسداة خير خلق الله سيد الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأنبياء وإمام المرسلين والهادي إلى صراط الله المستقيم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السادة الحضور، طبتم جميعا وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل ربي جل في علاه أن يعيد علينا جميعا وعلى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها مثل هذه الأيام بالخير واليمن والبركات والنفحات والنصر والفتحات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أحبتي في الله، تجمعنا جميعا وجئنا إلى هذا المكان في شهر الخيرات والنفحات والبركات، شهر القرآن، شهر الطاعات، شهر البركات الذي أنزل الله تبارك وتعالى فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال عنه الحبيب المصطفى
أتاكم رمضان شهر بركة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه للدعاء وينظر فيه إلى تنافسكم في الخير فأروا الله فيه من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل بدا عليه من الأنوار إكليل شهر تحاياه تكبير وتهليل شهر عليه من الإجلال روعته له بكل بقاع الأرض تبجيل شهر الهدى والتقى والصوم حين بدت أنواره زهقت منه الأباطيل شهر تفتح فيه أبواب النعيم والتوب فيه من العاصين مقبول الله عظمه قدرا وفضله وليس بعد كلام الله تفضيل فأنزل القرآن بالوحي جاء به لنبي الله جبريل إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام حين نجتمع جميعا لتكريم أبنائنا حفظة كتاب الله عز وجل الذين قال عنهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم من تعلم القرآن ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس دور الدنيا فما بالكم بالذي فعل ذلك يؤتى بصاحب القرآن يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله تقدمه سورة البقرة وآل عمران اسمع أخي المسلم يا من أبعدت أبناءك عن حفظ كتاب الله يا من منعتهم وشغلتهم بعلوم أخرى وكان لنا جميعا نحن المسلمون من الأولى والأجدر بنا أن يكون جل همنا هو تعليم أبنائنا كتاب الله المشرك لما سمع القرآن قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه وما هو من كلام البشر المشركون أعداء الإسلام والذين حاربوا الدعوة الإسلامية في مهدها وأرادوا أن يعيدوا الدعوة في بدايتها فحاربوا الإسلام وحاربوا نبي الإسلام محمد صلوات ربي وسلامه عليه كانوا يتسللون ليلا ويجلسون عند بيت الحبيب محمد ليستمعوا إلى القرآن القرآن عباد الله هو مأدبة الله في أرضه فمن تعلم القرآن تأدب بأدب القرآن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن أخلاق الحبيب محمد قالت للسائل أتقرأ القرآن أتقرأ القرآن
قال نعم. قالت فإن رسول الله كان قرآنا يمشي على الأرض. قرآن يقوم الأخلاق، يهذب السلوك، يصحح المفاهيم. القرآن هو لغة أهل الجنة. واسمعوا يا عباد الله، والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يخبرنا ويبين ماذا يقال لقارئ القرآن يوم القيامة. ماذا يقال له؟ يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ. إذن صاحب القرآن الذي يلازم على قراءة القرآن، الذي يتدبر آيات القرآن في الحياة الدنيا، يوم القيامة في عرصات القيامة، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يكلمه رب العباد يقول له اقرأ اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. القرآن الذي تقرأه في الحياة الدنيا يرفعك يوم القيامة درجات، حين تقف بين يدي رب الأرض والسماوات يقال لك اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أحاديث كثيرة عن فضل القرآن وعن تعلم القرآن بينها لنا سيد الأنبياء تحفيزا للمسلمين على تعليم أبنائهم كتاب رب العالمين. ونحن في زماننا هذا أصبحنا في منأى وفي بعد شديد عن تعليم كتاب ربنا لأبنائنا. فضلنا جميع علوم الدنيا، وكثيرا من هذه العلوم لا ينتفع بها أبناؤنا، فمنعناهم أثناء الدراسة عن تعلم القرآن، وقمنا بتحفيزهم على أخذ الدروس الخصوصية وغيرها، وحجبنا أبناءنا نص ساعة يوم في نص ساعة أو ساعة. لو تركت لابنك هينفع نفسه في الدنيا، هينفعك وينفع نفسه يوم أن يلقى الله. في الدنيا سيقوم القرآن أخلاقه وسلوكه، لأن صاحب القرآن تراه دائما له طريق واضح، له سمات معينة، لا يسير على هوى أتباع الهوى، ولا يسير مع الشيطان ولا مع أتباع الشيطان، لأنه تخلق بأخلاق القرآن. قلنا بأن القرآن يقوم السلوك، القرآن يهذب الأخلاق، القرآن يجعل من ولدك إنسانا يعرف ربه ويعرف قدر ربه ويعرف دينه ويتعلم كيف يتعامل مع عباد الله بما جاء في كتاب
الله عز وجل، لأن في القرآن ما يقوم أي إنسان ويهذب من أخلاقه وسلوكه. هكذا تربى أبناء السلف الصالح رضوان الله عليهم. صاحب القرآن تراه ملتزما بالمسجد، لا يتكلم بقبيح الكلام، لا يسب دين الله، لا ينظر إلى المحرمات. تراه متخلقا بآيات رب الأرض والسماوات. اسمع، رجل خرج لطلب الرزق ثم غاب عن أهل بيته مدة طويلة، زوجته لم تجد ما تنفقه على أولادها، وفي إحدى الليالي وكان أبناؤها يتضاوون من الجوع، وقبل صلاة العشاء وهم يبكون من شدة الألم الجوع، احتالت عليهم فنومتهم، وجاء أباهم بعد صلاة العشاء وسأل عن أولاده، فقالت له أمهم كانوا يبكون من شدة الجوع فعللتهم بشيء حتى ناموا. فقال لها هل صلوا العشاء؟ قالت له لا. قال لها لما؟ قالت كانوا يتضاوون جوعا، الجوع كان شديد أرس عليهم، فكانوا يبكون من شدة الجوع. فقال لها أيقظيهم لصلاة العشاء. قالت إذن يبكون. قال لها أيقظيهم لصلاة العشاء، ألم تسمعي قول الله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. أيقظيهم للصلاة، فأيقظتهم وأمرهم بالوضوء فتوضأوا، ثم أمرهم بالصلاة فقاموا للصلاة، وأثناء تأديتهم صلاة العشاء إذا بالباب يطرق، فسأل الرجل من الطارق؟ قال أنا فلان. ففتح الباب فوجده رجلا من أسرياء بلده قد جاء بطعام كثير، فقال له لما جئت إلينا بهذا الطعام؟ قال له كان بيني وبين صديق لي موعدا نتسامر فيه ثم نتناول فيه العشاء سويا، فحدث بيني وبينه خلاف فأقسم بالله ألا يأكل من طعامي، فأقسمت بالله أن أخرج بهذا الطعام كله ثم أسير به في القرية، فإذا وقفت قدماي عند بيت تركت باب ذلك البيت، فوقفت قدماي عند باب بيتك فتركت عليك الباب. فقال سبحان الله، صدق الله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. هكذا القرآن، هكذا القرآن عباد الله، الذي يجب علينا جميعا
أن نتعلمه. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. سيدنا قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الكلام عباد الله عن القرآن وعن فضله وعن فضل تعلمه يطول الحديث عنه، ولكن ما أود أن أوصي نفسي وأوصيكم عباد الله هو تقوى الله وتعلم كتاب الله، وحث أبنائنا على تعليم كتاب الله عز وجل، فإن فيه منفعتهم ومنفعتنا في الدنيا والآخرة. ويكفينا فخرا حين نقف أمام الله عز وجل أن يكون أبناؤنا من حفظة كتاب الله. والحبيب صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: يا رب منعته الطعام والشراب والشهوة في النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يقول الحبيب صلى الله عليه وآله: فيشفعان. فأسأل ربي جل في علاه أن يشفع فينا جميعا كتاب الله عز وجل، وأن يشفع فينا الصيام. وأسأله جل في علاه في هذه الساعات المباركات، ونحن في شهر العطاءات وفي شهر النفحات وفي شهر البركات وفي شهر القربات، أن يعز الإسلام وأن ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأعلي يا مولانا بفضلك كلمتي الحق والدين، واخذل الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم لا ترفع لهم على أرض الإسلام والعروبة راية، ولا تحقق لهم فينا يا ربنا غاية، واجعلهم يا مولانا عبرة وآية. شتت يا رب شملهم وفرق جمعهم، واجعلهم آية وعبرة لمن يأتي من بعدهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم شد سواعدهم، اللهم امددهم بمدد من عندك، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم احفظهم بحفظك وتولهم وارعهم، انك على ما تشاء قدير. اللهم يا رب امدهم بمدد من عندك. اللهم عليك باعدائك واعداء دينك، اللهم عليك باليهود الملاعين، عليك بالصهاينة المجرمين، ابناء الكردة والخنازير، اللهم احصهم عددا واقتلهم يا رب بددا، يا رب لا تبقي منهم احدا. اللهم انا نسألك ان تفرق جمعهم، وان تشتت شملهم، وان تجعل بأسهم بينهم شديد. يا ربنا نسألك كما رملوا نساء المسلمين رمل نساءهم، يا رب كما هدموا ديار المسلمين هدم ديارهم، يا رب يتموا اطفال المسلمين فيتم اطفالهم. اللهم يا رب اجعلهم آية وعبرة لمن يأتي من بعدهم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا. يا رب ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. يا رب ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأشكركم جميعا على حسن استماعكم، وأسأل ربي جل في علاه أن يعيد عليكم مثل هذه الأيام وأنتم في صحة وعافية وستر. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم علمنا ربنا ما ينفعنا وانفعنا ربنا بما علمتنا، وتقبل اللهم يا ربنا دعاءنا. عشنا عن فضل القرآن الكريم، فضل تعليم القرآن وتعلم القرآن وثواب ذلك في الدنيا وفي الآخرة، مع فضيلة الداعية إلى الله المفتش العام بوزارة الأوقاف المصرية سيدنا فضيلة الشيخ محمد أبو غزين، أسأل ربي أن يجزيه عنا خير الجزاء.